بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة المراجعات، معايا النهاردة مراجعة عامة على الباب الثاني سينيالي دي بريتشيدنسا، إشارات أحقية الأسبقية أو إشارات أسبقية المرور. نشوف مع بعضنا السكيدة اللي معانا وإزاي هنطبق الكلام اللي احنا خدناه في الباب الثالث بصورة عملية في حل الأسئلة. أول سؤال معايا: السينيال الفجراتو برونونشا لا فيلا دي سينسا أونوكو دي شيركولاسيوني، تعلم الإشارة الممثلة عن نهاية السير في الاتجاه الواحد. طبعا هنا الإجابة هنقول على طول فالسو. ليه يا جماعة؟ أنا معايا هنا الإشارة اللي معايا ده سينيالي ده بريتشيدنسا، سينيالي دي بريتشيدنسا إشارة حقية الأسبقية اللي هو داري لبريتشيدنسا نيل سينسا أونيشا ألترنانت. يبقى هنا الإشارة ديت اللي هي السير في الاتجاه الواحد بالتناوب. الاسترادة ما هي سينسا أونيكو ولا حاجة، الاسترادة هي دوبيو سينسا بس هتعدي أونا فيلا ديلفيكولي، سولو أونا فيلا ديلفيكولي يعني نتيجة أشغال على الطريق هيبدأ يعدي خط واحد أو طابور واحد من العربيات، يبقى الإجابة تبقى فالسو. السينيال الفجراتو فيتا اللاسفولتا أسينسترا، تفرض الإشارة الممثلة الانعطاف يسارا. طبعا هنا مفيش انعطاف يسارا، هنا ما هوش ده انعطاف يسارا، ده كل ما في الأمر عبارة عن الانكروتشو سو سينسترا كون اونا استرادا سينسا دريتو دي بريتشيدنسا. انا هنا هتقاطع مع طريق موموريا او طريق ميني بورتانتي، طريق اقل اهميه استرادا سكونداريا من ناحيه اليسار وليست الانعطاف يمينا او انعطاف يسارا، يبقى خلص. السينيال فجراتو برونونشا اون سينيالي دو ستوب 320 متر، تعلم الإشارة الممثلة عن علامة كف علامة ستوب على مسافة 320 متر. طبعا هنا سينيال دار برشيدنسا وفوق البانيل الانتجراتيف 320 متر ستوب، يعني هتبدأ تعمل ستوب هتتوقف بعد 320 متر، وده برضو فيرو الوقوف مش مع الإشارة ديت، الوقوف بعد 320 متر عند العلامة ستوب يبقى فيرو. السينيال فجراتو برونونشا لافينا دي اوبليجو بريتشيدنامنت امبوستي، تفرض الإشارة الممثلة أو تعلم الإشارة الممثلة عن نهاية الإجباريات المفروضة مسبقا. دي طبعا مفيش فيها إجباريات ولا حاجة، كل ما في الأمر ديت فينا دي دريتو دي بريتشيدنسا نهاية طريق كان يتوفر على حق الأسبقية. هنا بيقول لي فينا دي الأوبليجو بريتشيدنامنت امبوستو، الإجباريات المفردة سابقا، ما كانش فيه إجباريات سابقا، كل ما في الأمر إن هنا نهاية الطريق كان يتوفر على حق الأسبقية، يبقى فالسو. لو هو كوركت الاسترادا كومبورتا كي شي سي أرستو إن أوني كازو إن بريزنسا دي سينيالي إن فيجورا. هنا بيقول لي السؤال ده بيتطلب استخدام الطريق بشكل سليم التوقف عند تواجد الإشارة الممكن، يبقى الإشارة ديت لما بنشوفها لابد إن احنا نعمل على طول توقف. طبعا الإجابة هتقول له فالسو، هنا الإشارة مفيش فيها توقف، ما بتفرضش التوقف الأوبليجونوني أرستارسي، أمال أعمل إيه؟ داري لابريتشيدنسا. عفوا، الإشارة بتفرض داري لابريتشيدنسا نيل سينسا داري لابريتشيدنسا سي نيشيساريو فيرمارسي، يعني هنا الوقوف ما بيبقاش إجباري، الوقوف بس لما يكون في حد معدي في التقاطع، يبقى باستا ريرينتاري، يبقى خمسة فالسون. لابريسكريسيوني دي سينيال الفيجراتو سي أبيناتا دو أون سمافرو فالي كواندو السمافلو فنسيونا ألوتشا جالا لامبجانتي. هنا بيقول لي تفرض الإشارة الممثلة عند تواجد إشارة مرور ضوئية بضوءها الأصفر الوامض، إيه نعمل إيه مع وجود هذه الإشارة أو الإشارة ديت بتكون شغالة مع وجود الضوء الأصفر الوامض لوتشا جالا لامبجانتي. يبقى هنا الإجابة طبعا هتبقى فيرو، يبقى هنا لما يكون السمافرو
الإشارة ديت يا جماعة لما يكون السمافر لوتش جالا لامبي جانتي، يبقى احنا في هذه الحالة بنتبع إشارة المرور الضوئية، بنتبع إشارة المرور الضوئية لما يكون السمافر في حالة لوتش جالا لامبي جانتي، بنتبع تعليمات الإشارة اللي هي الكارتيلو استرادال. يبقى هنا مع وجود السمافر بتبطل الإشارة، الإشارات الطرقية سينياليتيكا استرادالي. أما في حال لما يكون السمافرو نون فنسيونا أو جواستو أو لوتشا جالا لامبي جانتي، يبقى إحنا بنتبع الأولوية بتاعة الكارتيلو اللي هو داري لابريتشيدنس. يبقى هنا بتفرض عليك إنك تتبع الإشارة الضوئية في حال، بتتبع إشارة المرور الكارتيلو استرادالي في حالة لما يكون لوتشا جالا لامبي جانتي، يبقى ستة هنقول فيرو. يبقى فالي، يبقى السيناريو ده هو بيبقى فالي كواندو سمافرو فينسيونا لوتشا جالا لامبيجانتي، بنتبع الكارتيلو ده. اما اذا كانت الاشاره بقى لوتشا فيردا، فاحنا بنتبع السمافرو وليست الكارتيلو، يبقى 6 فيرو. ان بريزنسا دي سيناريو فيجراتو اي دي سمافرو اتري لوتشا ابيامو لابريتشيدنسا سي سمافرو اي لوتشا روسا مالاجينتا دي ترافيكو سي اوردنا دي باساري. عند تواجد الاشاره الممثله والاشارات ذات اضواء ثلاثه، بنتوفر ابيام لابريتشيدنس، نتوفر على حق الاسبقيه اذا كان ضوء الاشاره احمر وامرنا الشرطي بالمرور. يبقى في الحاله دهيت مع وجود الاشاره دهيت، انا بيكون لي حق الاسبقيه ابيام لابريتشيدنس لما يكون السمافر لوتشا روسا بس الشرطي امرني انني اعدي، يبقى هقول له فيرو. بعد كده ندخل على السؤال الثمانيه. ان بريزنسا دي سينيال فيجاراتو نون فا سونو بارتيكولاري اوبليجو بركي سيامو سو اونا استرادا سينسا اونيكو. طبعا هنا الاجابه طبعا هتبقى فالسو، هنا دوبيامو السكرارسي. يبقى هنا انت في الطريق، هنا طبعا ليك الاولويه اوكي، ولكن لابد انك شوف بيقول لي ايه نون فاسونو بارتيكولار، يعني ما تاخدش حذرك او ما تاخدش انتباهك. طبعا الاجابه هتبقى فالسو على الرغم من اننا لنا الاولويه، اللي يجب عليك دايما ديبيامو السكرارسي دي السنسا ابوزيتي دارش لا بريزيدنسا. العربيات اللي جايه من الاتجاه المعاكس هتبدا تديني الاولويه، ما تخشش الا ما تتاكد ان العربيات هتبدا تديك الاولويه، يبقى 8 فالسو. بعد كده عند السؤال رقم 9، السينيال رفجراتو برانونشا اون كونفلوينسا سولتو ديسترا. هنا بيقول لي الاشاره بتقول ان في تحويله، الاشاره بتقول لك ان في اونا كونفلوينسا تحويله او مدخل للطريق من على اليمين. طبعا هي التحويله هي من على اليمين، نقول له فيرو، لكن لو كان على الشمال تقول له فالسو. يبقى اما يكون مدخل للطريق من اليمين او من اليسار، هنا باليمين يبقى نقول له فيرو. السينيالا فجراتو انديكا لافينا دو اونا استرادا ايدوبيا سينسو دي شيركولاسيوني، تعلم الاشاره الممثله عن نهايه الطريق باتجاهين للسير دوبيو سينسو دي شيركولاسيوني. طبعا الاجابه هتبقى فالسو، الاشاره اللي هي نهايه الطريق باتجاهين للسير اللي هو المربع الازرق اللي فيه السهم الى الاعلى، مربع ازرق فيه سهم ابيض وشه الى الاعلى، هي ديت الدوبيو سينسا او فينا دون استرادا دوبيو سينسا دي شيركولاسيوني، نهايه الطريق اللي هو باتجاهين للسير وبدايه الطريق باتجاه واحد. انما الاشاره اللي معايا ديت لا، ديت فينا دي دريتو بيرشينسا، يبقى فالسو. السينيال فجراتو برونونشا الاوبليج دي ارستارتو اونا بوست دي بلوك استوديوتو دي الاوريجين دي البوليسيه. هنا الاشاره بتقول تجبر الاشاره او تفرض الاشاره التوقف عند دوريات اجهزه الامن. طبعا الاجابه هتبقى فالسو، ديت مش بتاعه اجهزه الامن، الاشاره بتاعه اجهزه الامن اللي هي الدواير او الدايره الحمراء اللي فيها كلمه الت بوليسيه، اما ديت بتاعه الاشارات او التقاطعات، يبقى فالسو. السينيال فيجراتو فيتا لاسفولتا اديسترا، هنا السؤال تمنع الإشارة الممثلة الانعطاف يمينا. طبعا هنا مفيش منع للانعطاف يمين ولا للانعطاف يسارا، ولا أمر إنك تعمل اسفولتا ديسترا ولا اسفولتا سينسترا، كل ما في الأمر إن ده عبارة عن سي لينكروتشو
ادسترا وناسترادا دي منوري امبورتانس. يبقى هنا الطريق اللي انا ماشي فيه عباره عن طريق هيتم التقاطع مع طريق اقل اهميه اما من اليمين او من الى اليسار، لكن ما فيش فيها سفولتا ديسترا ولا سفولتا سينسترا، يبقى فالسو. In presenza di segnale di stop non occorre arrestarsi se non va la linea trasversale dell'arresto e non si vedono sopraggiungono i veicoli. هنا مع السؤال ده عند تواجد الإشارة الممثلة لا يجب الوقوف، أي non arrestarsi، يبقى لا يجب الوقوف عند إشارة قف اللي هي ستوب ديت، بيتواجد الخط العرضي ولم تمر. يبقى هنا الإشارة ما بتطلبش مني الوقوف عند الخط العرضي، وما في لا طالما ما فيش عربيات معدية، يبقى لو ما فيش عربيات معدية في التقاطع يبقى هنا مش مطلوب مني انني اقف عند التقاطع. طبعا الإجابة هتبقى فالسو. هنا الاوبليجو سيمبر اي فيرمارسي داري لا بريشيدنسا سيديسترا سي سينسترا انكل سينومباسا نسونو، يبقى فالسو. ان بريزنسا دي سينيال رفجراتو bisogna comunque dare la precedenza al veicolo che hanno infezione e lampeggiante blu e sirena. هنا بيقول في الإشارة الممثلة يجب إعطاء الأسبقية دايما للعربيات اللي هي بتتوفر على الضوء الوامض والصفارة، طبعا يعني معناتها إن عربيات الشرطة والإسعاف أو القافي في حالة الإمرجنسا. طبعا الإجابة هتبقى فيرو، بيزونيا كومونكو داري لبريتشيدنسا كوندو لورو إمرجنسا، يبقى فيرو. In presenza di segnale figurato e di semaforo e tre luce abbiamo la precedenza se il semaforo e luce gialla lampeggianti. عند تواجد الإشارة الممثلة والإشارة الضوئية ذات أضواء ثلاثة، هنا بيقول نتوفر على الأسبقية أبيامو لا بريشيدنسا إذا كانت الإشارة الضوئية ضوء أصفر وامض لوتشا جلا لامبجانتي. لوتشا جلا لامبجانتي مع الإشارة دهيت، يبقى هنا ديبيامو داري لابريتشيدنسا، ديبيامو داري لابريتشيدنسا، يجب عليك إنك تعطل الأسبقية، إنما أبيامو تبقى فالسو. اللي سينيالي إن فيجورا آ اللي هو العلامة الأولانية بو اسري ريبوتوتو ان فورماتا بو بيكولو انتجراتا كون البانيلي ان فيجورا بي، يعني ممكن العلامه الاساسيه بتاعت ديريتو دي بريشيدنسا تيجي او تبقى مصحوبه مع العلامه البي اللي هي بيعرفك الديزينيو او التقاطعات او الانكروتشر اللي هيقابلك في الطريق. طبعا الاجابه هتبقى هنا ايه؟ فيرو. برضو هنقول عليها فيرو، الاشاره ديت ممكن تيجي بصوره مصغره مع العلامه بي عشان يقول لي ان في تقاطع طريق رئيسي مع استرادا مينو امبورتانس اللي هي الطريق اقل اهميه على اليمين، او قريب كمان في تقاطع اخر على اليسار، يبقى فيرو. السينيال الفجراتو برنونشا كي نون سي انو دريتو دي بريتشيدنسا نيلكو الفلوينسا، تعلم الإشارة الممثلة عن عدم التوفر على حق الأسبقية. طبعا الإجابة هتبقى فالسو. هنا الكولفلوينسا ديت يا جماعة الطريق اللي هو بيبقى فيه الإشارة ديت دايما بيبقى يكون دريتو دي بريتشيدنسا، أما المدخل اللي هو فيه سينيال دار البريتشيدنسا هو ده اللي بيكون عليه سينيال دار البريتشيدنسا إعطاء الأسبقية، يبقى سبعة هقول عليها فالسو. بوستوس استرادا ان دريتو كون بدريتو دي بريتشيدنسا، يبقى فالسو. السينيال فيجراتو ستروفا سولو سسترادا اوربانا، ادي سولو اهيت معانا، طبعا هقول عليها فالسو. الاشاره موجوده سترافونو انكل فوري دي شينتر ابيتاتو اللي هي استرادا اكستوربان برينشيبالي، يبقى فالسو. السينيال فيجراتو اوبليك دار لا بريشيدنسا نيل انكروتشو الفيكولو بروفينت دي ديسترا اي كي سينسترا. هنا بيقول لي تفرض الاشاره الممثله اعطاء الاسبقيه عند تواجد التقاطعات للعربيات اللي جايه من اليمين او العربيات اللي جايه من اليسار، طبعا هنا الاجابه هتبقى فالسو. هنا الاجابه هتبقى فالسو، ليه؟ لان هنا الاشاره اللي هو بيتكلم عليها ديت ما هياش هي ديت. هنا داري لا بريتشيدنسا للسنسا اونشو داري لا بريتشيدنسا للسنسا اونشو الترنانتي، هنا الاشاره بيقول لي اوبليك داري لا بريتشيدنسا نيلانكروتشو، يبقى هنا الاجبار تدي الاولويه للعربيات اللي جايه من اليمين او اليسار، طبعا الاجابه هتبقى فالسو. اوبليجو داري لا بريتشيدنسا نيلسنسا ابوزيتي، ندي الاولويه فقط للعربيات اللي جايه من الاتجاه المعاكس، يبقى فالسو. السينيال فيجراتو سي تروفون دي نورم دي نون
بيو ديتش كوانتامتري ديلون كروتشو. تتواجد الإشارة الممثلة عادة على مسافة ما تقلش عن 50 متر من التقاطع. طبعا الإجابة هتبقى فالصو، دايما سترافانو دون نورم تشينتوتش كوانتامتري يبقى فالصو. السينيال فجراتو انديكا لا ديستانسا دلينكروتش ان كوا دبيامو داري لا بريتشيدنسا. طبعا هنا برضو بيقول لي تعلم الاشاره الممثله عن المسافه التي تفصلنا عن التقاطع الذي يجب ان نعطي فيه الاسبقيه. الاجابه هتبقى فيرو، ديت النقطه اللي انت هتبقى تبدا تهدي السرعه وتبدا تدي الاولويه داري لا بريتشيدنسا. اوكي، يبقى هنقول على 21 فيرو. السينيال فجراتو برينونشا ان كروتشو ان كوا سيانو لابريتشيدنسا. تعلم الإشارة الممثلة عن تقاطع نتوفر فيه على حق الأسبقية. التقاطع الطريق الرئيسي ده بيكون ليه فيه الأسبقية عن الطريقين اللي هم متقاطعين معاه من على اليمين ومن على اليسار، يبقى فيرو. السينيال فيجاراتو فوري دي شينتو رابيتاتو اي بروتشيدوتو دي ريلاتيفو سينيالي دي بريفيزو. هنا بيقول لي تعلم او تسبق الاشاره الممثله خارج المناطق السكنيه اشاره اعلام خاصه. طبعا الاجابه هتبقى فيرو، قبل العلامه بتاعه استوب بنشوف برافيزو اللي هو استوب 320 متر. قبل العلامه ديت بيعرفك ان بعد 320 متر هتبدا تعمل توقف، يبقى ممكن ديت تكون مصحوبه بالسينيال اللي هو برافيزو استوب بعد 320 متر، يبقى فيرو. السينيال الفجراتو برونونشا دي مدراري بارتيكولامنتي لا فيلوجيتا اكورينسي فيرمارسي. تفرض او تعلم الاشاره الممثله عن ضروره تخفيض السرعه مع التوقف في الحال. طبعا هنا الاشاره ديت داري لابريجنس خفف بجونيا مدراري فيلوجيتا، وتعمل فيرمارسي كواندو نيشيساري لما يكون في عربيات معديه ابدا اعمل التوقف، لكن التوقف مش مطلوب. باستا ريرنتاري، يبقى 24 فيرو. السينيال فجراتو فيتا لازولتا سينيسترا دين كروتشو. تعلم الإشارة الممثلة عن الانعطاف يسارا عند التقاطع. قلت هنا مفيش انعطافات لا يمين ولا يسار أو من الطرفين الاثنين، كل ما في الأمر ده عبارة لين كروتشو كون أونا استرادا سينسا دريتو دي بريتشيدنسا، الطريق اللي احنا نتقاطع معاه سينسا دريتو بريتشيدنسا، يبقى فالسو. السينيال فجراتو يقول سينيال برافيزو دي فيرمارسي إداري لابريتشيدنسا. تعلم الإشارة الممثلة عن ضرورة الوقوف وإعطاء الأسبق أدى البريفيزو اللي هو بيسبق علامة استوب، يبقى فيرو. السينيال فيجراتو برونونشا انكروتشو انكوا فالي ريجولو دي دارالي بريشيدنسا سولو أديسترا. سولو أديسترا هي خد بالك معانا المفتاح السحري سولو، يبقى فالسو. تعلم الإشارة الممثلة عن تقاطع تطبق فيه قاعدة إعطاء الأسبقية لليمين فقط، اللي جابها فالسو. هنا أكوري دار لابريتشيدنسا ديسترا سينيسترا، يبقى فالسو. إن بريزنسا دي سينيال فيجراتو الكونديتشينتي سالفا ديفيرسي وتراري سينيالي ديفي دار لابريتشيدنسا الفيكولو بروفينتي دي ديسترا. هنا بيقول عند تواجد الإشارة الممثلة يجب على السائق ما لم تتوفر إشارات أخرى أن يعطي الأسبقية للعربيات القادمة من اليمين. طبعا الإجابة هتبقى فيرو، هنا نهاية استرادة دريتو دي بريتشيدنسا نهاية الطريق كان يتوفر على حق الأسبقية، يبقى أنت هنا يجب عليك أنك دايما تدي الأسبقية للعربيات اللي جاية من اليمين إذا لم تتوفر علامات أخرى، فيرو. السينيال فجراتو برونونشا ان بريزنسا دي لافورو دي دار لا بريشينسا الفيكلو بروفينتي دي سينسا ابوزيتي. هنا بيقول لي تعلم الاشاره الممثله عند تواجد اشغال على الطريق ضروره اعطاء الاسبقيه للعربيات القادمه من الاتجاه المعاكس. طبعا هنا فيرو، هنا اللي في اتجاه العلامه ديت لابد ان هو يقف ويسمح للعربيات القادمه من الاتجاه المعاكس بالمرور، يبقى فيرو. السينيال فجراتو بريشيدوتو ان سينيال دي داري لا بريتشيدنسا. تسبق الاشاره الممثله علامه الاسبقيه داري لا بريتشيدنسا، فالسو. بتسبقها علامه ديريتو دي بريتشيدنسا، يبقى فالسو. السينيال فجراتو بريسكريفري دي داري بريتشيدنسا ان السينسا اونيشي الترنانتي. هنا تعلم الاشاره الممثله او بتنص الاشاره الممثله على اعطاء الاسبقيه عند المسارات المتناوبه باتجاه احادي الاتجاه. تعلم الاشاره الممثله انك تدي الاولويه في الاتجاه الواحد بالتناوب. طبعا الاجابه هتبقى فيرو، دار لابريتشيدنسا السنسا اونيش التورنانتي، يبقى فيرو. السينيال فيجراتو برونونشا اون كونفلوينسا اديسترا. ديت مش كونفلوينسا، ديت عباره عن تقاطع طريق اما من اليمين او من الى اليسار، يبقى فالسو. مش التحويله، فالسو.
السينيال فيجراتو برنونشا سوديسترا ونسترادا سينسا اوشيتا. تعلم الاشاره ممثله عن طريق مغلق من على اليمين، طبعا الاجابه هتبقى فالسو، مش هي ديت العلامه بتاعت استرادا سينسا اوشيتا، يبقى فالسو. السينيال فيجراتو ايبوست اسكلوزيفامنت سوسترادا اكستورباني انتنسا دي ترافيكو. تتواجد الاشاره الممثله فقط على الطرق المكتظه خارج المدينه، طبعا فالسو. كلمه اسكلوزيفامنت 100% على طول بنقول فالسو. السينيال فيجراتو ستروفانو دلينيسي دو اونا اوتو استرادا. تتواجد الاشاره الممثله عند بدايه الطرق السريعه، فالسو. الاشاره بتتواجد على استرادا اوربانا او استرادا اكستوربانا، يبقى فالسو. السينيال فيجراتو بوترو فارسي سول اوتو استرادا. يمكن ان تتواجد الاشاره الممثله على الطريق السريع، ايوه دي بتتواجد عند مداخل الطرق السريعه فيرو. In the presence of the signal figurato sotto CDV usare prudenza nell'estratoia perché la circolazione si svolgono e dubbio senza. عند تواجد الإشارة الممثلة يجب توخي الحذر في التضييقات نظرا للسير في اتجاهين اثنين، اتجاهين اثنين. الإجابة طبعا تبقى فالسو. circolazione senza unico alternante، يبقى هنا حركة السير مع الإشارات ديت بتبقى فيلة واحدة فقط، يعني سينسا اونيشا التورنانت، يعني الاتجاه الواحد بالتناوب، يبقى فالسو. ان السينيال فيجراتو برونونشا ان كروتشو ان كوا فالي الريجولا جنرالي دي دار هي بريشيدنسا اديسترا. هنا بيقول تفرض الاشاره او تعلم الاشاره الممثله عن تقاطع تطبق فيه القاعده العامه وهي الطاقه الاسبقيه، طبعا الاجابه هتبقى فيرو دار هي بريشيدنسا اديسترا، فيرو. السينيال فيجراتو اوبليك دار هي بريشيدنسا الفيكلو كي شوركولاندو سو سترادا كي كوا تشي سي اماتي. هنا تفرض الاشاره الممثله اعطاء الاسبقيه للعربيات التي تسير على الطريق التي بسرد الدخول فيه، طبعا الاجابه هتبقى فيرو. الاشاره ديت دار لا بريشيدنس على طول وتقف في حاله لما يكون في عربيات معديه، يبقى فيرو. اخر سؤال السينيال فيجراتو اوبليج ارستارسي بير دار لا بريشيدنس سولو. ادي طبعا كلمه سولو على طول بنقول فالسو، مش هنكمل، ولكن برضه سولو الفيكول بروفين دي ديسترا. تفرض الاشاره الممثله اعطاء الاسبقيه للعربيات القادمه من اليمين فقط، الاجابه فالسو. الاوبليج ارستارسي بير دار لا بريشيدنس ديسترا اي سينسترا، يبقى كده نقول فالسو. كده يبقى احنا خلصنا ال 40 سؤال معانا على الباب الثالث سينيال دي بريتشيدنسا. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى نلقاكم في درس جديد من دروس سلسله المراجعات. لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.